مساك الله بالخير، كيف حالك؟ تشتغل هنا يا الشيخ؟ شو تسوي في الموقع يا الغالي؟ السلام عليكم، معكم احمد. طبعا في مغامرة النهاردة هتشاهدوا متابعة لنا. الله يمسيكم بالخير، وصلت الموقع. بسم الله، منظر الموقع اقسم بالله يروع، وفي صوت حركة داخل المكان، في صوت بربقة. يا الربع، مكان كبير كبير كبير. هذا سناب المغامر ابو خالد. اي شيء يجيني عندكم المغامر ابو خالد، ها سمعتوا؟ والله في صوت عاد داخل يطربق داخل. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في صوت خطوات، اسمعوا 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 داخل. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها سمعتوا؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الموقع يروع، الموقع يروع من برا. الله يستر علي، الله يستر علي. شوفوا هذه الغرف دي لازم نستكشفها. سمعت صوت؟ الموقع خطير خطير، وبرد برد برد ما طبيعي. هذا وش ذا؟ هذا كوش راس ذي ولا وش؟ اتوقع انها حصى فوق شيء. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ريحة المكان ماني بالحال، حتى الكلاب قامت تصيح. الأصوات من كل مكان. هذا واحد، شوفوه. السلام عليكم، مساك الله بالخير، كيف حالك؟ تشتغل هنا يا الشيخ؟ شو تسوي في الموقع يا الغالي؟ يا مرحبا، مساك الله بالخير. كيف صحتك يا الشيخ؟ الله يسلمك، بشرني عنك. امورك طيبة؟ نحمد الله. أنت تمام؟ وضعك تمام؟ كل شيء تمام؟ إن شاء الله. إيه. آمين. وش تسوي يعني يا الغالي؟ والله ما شفت شيء. دول الحمام وجبة الطيور. مكان مقطوع. مقطوع؟ مو مقطوع، من شجرة. ولا تقول كسر وجهه. مكان أبشر أبشر، مكان مقطوع وخطير. هذا موتر خويك ولا موتركم؟ لا هذا موتر خويي. هذا خويك تعرفه ولا شيء؟ إيه بالعكس. أنا عم بكم جميع. ما عاد الله يستر عليكم يوفقكم إن شاء الله. الله يستر عليكم يوفقكم. الله يستر عليهم. عرفت كيف أتعامل معهم بطريقتي الخاصة. راحوا بدقون سلف مواترهم بيروحون. لكن بحاول إني أبلغ على المكان. بحاول إني أبلغ. أنا أقول في صوت طربقة. في صوت طربقة في المكان. في صوت طربقة في المكان. حتى البيت داخل فيه صوت بعد. الله يستر الله يستر. راحوا الله يستر. يا الربع شيء ولا حاجة، كلموا ابو خالد. يا الربع كلموا ابو خالد. الله يستر علي الله يستر علي.
الله يستر علي يروحون. بس والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان وجيهم تروع، اقسم بمن احل القسم يوجيهم تروع. مسكر الكشاف شوفوه، هذا واحد، الثاني هذا وراه بعد، شوفوا مواترهم قديمه بعد. والمصيبه لابسين لبس عماله نظافه، شوفوا لابسين لبس عماله نظافه. خلني ادخل استكشف ذا، بروح على طول ماني بقاعد في المكان. الربع يدخل اماكن نفس ذي، تدخل اماكن نفس ذي، تصادف احد لا تهرب، لا تبين لهم انك خايف. صدق صدق تراني ذي الحين انا اخوف، فيني خوف ما يعلم به الا الله، لكن اثبت قوتك، اثبت وجودك، لا تخاف. سمعتوا نظام، تدخل بيت نفس كذا ولا اي مكان، تسمع صوت وتطق وتعط رجلك، اعرف انهم بيعودون عليك وبيلحقونك وبيبهذلونك. بس لما تواجه الرجال وتواجه قوة، يعني حاول انك تتغلب على خوفك. يا الربع انا بس اكشف المكان على السريع واطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمات الله الدامات من شر ما خلق. شوفوا المكان كيف مرة موحش. سمعتوا صوت عادي سول. صوت سوالف، والله صوت سواليف. بسم الله صوت سواليف. خلنا نشوف الجهة الثانية، في شيء نور هناك، في عيون طلعت هناك. والله الموقع يروع. يا ربع في صوت، في حركة، في صوت. سمعتوا، خلنا نكمل الدور الثالث، بكمل الدور الثالث. بسم الله، سبحانه بكلمات الله التامات شري ما خلق. هذا السطح في صوت تحت، روعني الصندوق ذا. شوفوا الساعة الآن 12:30، الساعة 12:30، ترى أكيد 100% كانوا يسوون شيء هنا. إيش يسوون ما أدري، إيش كانوا يسوون بمواترهم ذي قرنبع ما أدري.
أقسم بمن أحل القسم يوديهم تروع تروع تروع، بس حفظا لخصوصيتهم تشير وكذا ما أحب أطلع وجيههم. سمعتوا يا الربع؟ أنا بحاول إني أزبه من المكان، مع أن القعدة هنا والله حلوة، والله هناك يشوف السطح نظيف شب الضوء هنا، لكن المكان والله هي أصوات يخوف والله. هذاك ويش ذاك؟ الكشاف ما يساعد المشكلة. فيا الربع بحاول انسحب من الموقع، احاول انسحب من الموقع، انا اخاف يروحون يجيبون احد من طرفهم ثالث بعد. انا جيتهم باسلوب علي طرقنا اروحهم صدق. سمعتوا؟ بحاول اني اطلع شوف تحت في شيء. مشينا نمشي لا نطيح، أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. وسخ وسخ الأرض كلها وسخ. ودي أروح المكان اللي كانوا قاعدين فيه هناك أشوف إيش يسوون. والله يا ربي ودي. الله يستر علي منهم، الله يستر علي منهم، الله يستر علي منهم. يلا انك تحفظني منهم، يلا انك تحفظني منهم، يلا انك تحفظني منهم، يلا انك تحفظني منهم. بروح اشوف ايش كانوا يسوون هناك. هم كانوا يسوون بلع هناك، شافوني وجو علي. شوف ايش كانوا يسوون هناك، في بلا كانوا يسوونه هناك. الله يستر علي. المنطقة ذي كانوا يسوون فيها شيء ما ادري وش بالضبط. هناك في شيء كانوا يسوونه. فما ادري. زينهم روحهم الموقع، زينهم حركوا. موقع كبير مد النظر. يا أخي في صوت، تسمعون الصوت اللي أسمعه أنا الحالي؟ في صوت أحد يمشي والله، والله العظيم. شو كانوا يسوون شيء هنا؟ تسمعون؟ الربع أنا بطلع من الموقع. موقع خطير جدا، خطير جدا يا اخي. في صوت، يا اخي في صوت خطوات. بطلع من الموقع والله لو يجيني احد اني اروح فيها. احنا تراني داخل كنكر بعد، قاطع طريق طويل يمكن ابو 5 دقائق صبخه، يعني بعيد عن العالم، بعيد عن الطريق، بعيد عن الدنيا كلها. احنا بنسحب من المكان، بنسحب. فيني إصابة في رجلي، فيني إصابات باقي ما سلمت منها، فيني إصابات باقي ما سلمت منها بسبب المغامرات دي. فأنا أعتذر منكم، راح أنسحب من الموقع. استودعكم الله يا الربع، بس خلوني معكم لين أركب الموتر. هذا وش ذا اللي هناك؟ في شيء شطف. هذا وش اللي يمشي؟ في شيء أسود يمشي هناك. في شيء هناك. في شيء. في حد أوه. أوه.
الناس اللي هي بتشاهدني لغاية دلوقتي، حابب اشكركم شكر جامد جدا جدا على التفاعل اللي فات. صراحة كان تفاعل جبار جدا، اتمنى انكم تستمروا عليه عشان ان شاء الله باذن الله نستمر اكتر. ولو انتم بتشاهدوني لغاية دلوقتي اكتبوا رقم 33 شاهد.